السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم اليوم الدرس ديال اليوم هو على شكل فستان أو قميص، يعني من النمط الأوروبي. إذا غادي نخلي 10 سنتيمتر لوبا على هذا الشكل، ونخطط خط على هذا الشكل، ونقسم الورقة ديالي على 2 وناخذ الجبري ديالي على هذا الشكل. هذا الجبري عملته معكم، يعني وعطيتكم حتى الدرس ديالو عدة مرات، وخديناه من فستان أو جلابة مغربية. إذا غادي ناخذ الجبري ديالي اللي هو تاي ستوندار، إذا غادي نعملو الدرس ديالنا اليوم سون بانس. إذا خدنا الكابري ديالنا على هاد الشكل، إذا التغييرات غادي ناخدهم بالعملية ديالي أنايا والطريقة ديالي أنايا، ويمكن ليكم نتوما تعملوهم تا نتوما بالطريقة ديالكم، وتعطيكم حاجة أخرى مختلفة كاع على هاد الموديل هذا. اذا غادي نهبط باش ندير الارداف ديالي من هنا لهنايا 24 سنتيم. اذا في المجموع ديال الموديل ديالي عندي 64 طول، 64 على لونغور، فوالا عندي في ليونج 28 سنتيمتر. اذا غادي نرجع لهنايا، ركزوا معايا هنا مزيان شنو غادي نعمل، ركزوا معايا مزيان شنو غادي نعمل. غادي ناخذ 8 سنتيمتر وغادي ناخذ 8 سنتيمتر. اذا هذا الاختيار ديالي اللي كيبقى ليا، وغادي نجي ونعمل على هذا الشكل هذا، او ناخذ بيستولي ديالي ونعمل على هاد الشكل، على هاد الشكل. اذا هاد لا ديكوب بغيتها تجيني على هاد الشكل، اذا هذا خط الصدر. غادي ناخذ تحت النهدتين، اذا تحت النهدتين مباشره 35 سنتيمتر، 35 سنتيم من هنا لهنايا تحت النهدتين على هذا الشكل، ونجي ناخذ 8 سنتيمتر. اذا انت خدي اكثر، نجي اعمل هكذا على هذا الشكل باش يجيني الموديل ديالي هكذا. اذا هنا غادي يركب كل شوميزي ما نسبقش الاحداث. هنايا خصني ندخل 2 سنتيمتر، اذا هذا ما بقاش خدام 2 سنتيمتر. لاحظوا معايا، اذا بعد ما خديت هذه القطعه على هذا الشكل هذا، اذا العمليه ديالي واضحه. اذا من هنا لهنايا قطعه بوحدها، غادي نلونها بلون اخر.
غادي نديرها لي كارتومون. اذا رقعة بانو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. هاد البياسة كلها غادي نسميوها نيميرو ان. نيميرو ان. اذا هاد لا بياس بوحدها رقم واحد. غادي نضيف لا بارمونتيغ بالنسبة لنا لهاد المنطقة هادي. اذا لا بارمونتي غادي نشدها على هاد الشكل وعلى هاد الشكل وعلى هاد الشكل. بالنسبه لنا كنناقشوا الان غير لو دوفون. اذا هذه رقعه نيميرو 2 رقم 2 بياس نيميرو 2. لا بياس نيميرو 3 بن لابنس نيميرو 3 غادي نهزوها على هاد الشكل هذا حتى لهنايا. نجيو هنايا ومن هنايا غادي نطلع ب 2 سنتيمتر ونجي رون على هاد الشكل. pardon 2 سنتيمتر دي اذا هذه بوحدها لا بارمونتور وهذا كله غادي نهزو على هاد الشكل هذا. اذا هذا راه ما بقاش عندي غير تبازيت عليه درت عليه لا باز ديالي. اون بليس غادي ندير بلات بولو فيها 3 سنتيمتر سيباري يعني محيده من الموديل لهاد الشكل غير باش تكونوا واضحين اللي غادي يكونوا فيها لي بوتونيير غادي تكون محيده من الثوب. اذا وهذا الشيء اللي شات لتحت هو ديال التنوره. اذا غادي نعاود نجدد معكم هذه على هذا الشكل بياس وحده كلها كامله هذه الرقعه نسميها بياس نيميرو 3. الوغ نيميرو 4 هي هاد لا بياس ديال التنورة. غادي ناخدها على هاد الشكل هذا عادي ناخدها على هاد الشكل على هاد الشكل وعلى هاد الشكل. بيان سيغ هنا دغوافيل يعني ما مقطوعاش. اذا هادي نسميوها بياس نيميرو 4. اذا كومبيان اون بياس و 1 2 3 4 بلس لا بلات بولو. لا بلات بولو 5. دابا غادي نخدمو كل شوميزي. اذا الان غادي نخدم معاكم كل شوميزي. اذا عندي من هنا لهنايا شحال بليس الدورة هاد القرف هذا اللي عندنا من هنايا. اذا غادي نشوف شحال عندي. اذا هنا 10 وحطيت 10 وضعتها هنايا باردون. اذا 10 ها هي. اذا عندي 19. غادي نخدم لو ان دومي بحكم انني خدمت نصف هنايا. اذا شديت العدد اللي من هنا وضفت له هذا العدد وعطاني 19 سنتيمتر 19 سنتيمتر. اذا 19 سنتيمتر هي هادي الكول بغيت فيه 10 سنتيمتر. اذا كما قلت لكم غادي ناخذ 10 سنتيم على هذا الشكل من هنايا بعد ما حددنا الطول ديال الكول وغادي ناخذ 10 سنتيم على هذا الشكل هذا. اذا هذه مناسبه باش غادي نرجع معكم كل شال. اذا غادي نخرج 3 سنتيمتر
اذا 3 سنتيمتر هنايا ضفت له 3 سنتيمتر من هنا لهنايا وخرجت بهذا الشكل هذا. اذا غادي ندخل هنايا ب 1.5 وهنا غادي ندخل ب 1 سنتيمتر على هذا الشكل. نجيب بيروكي ديالي وندير له هذا الشكل هذا على هذا الشكل ونجي هنا ونعمل هكذا. اذا هنايا دخلت بواحد 1.5 وهنا سنتيم غيان دو بليس هنا 3 سنتيمتر. اذا وعملت لو غون. اذا غادي نتراسيه بلون اخر باش تكون عندنا اشنو بغينا يعني هو هذا على هذا الشكل. هنايا ضغوا فيه غير مقطوع غادي نحاول نكارتي ان بتي بو على هذا الشكل. واحد جوج ثلاثة ديال لي كارتون غادي بعد ما تراسي تقول شوميزي غادي نتراشي نتراسي الكم ديالي هنايا. اذا اول حاجة غادي نتراسي واحد الخط مستقيم على هذا الشكل فيه 22 سنتيم. اذا غادي نختار فيه 22 سنتيم. الطول ديال لا مونش عندي مونش قصيره غادي ندير فيها 22 سنتيم حتى هي غادي يجيني شكل مربع على شكل مربع 22 في 22 على 22 يعني باش يجيني شكل مربع. اذا وغادي ندخل من هنا لهنايا ب 11 سنتيمتر 11 سنتيمتر على هذا الشكل ونتراسي الكم ديالي على هذا الشكل. اذا دورة الذراع غادي نحدد دورة الذراع ديالي فيها 18 سنتيمتر ترسي بهذا الشكل هذا. العملية قد لا مونش راه عارفينها يعني انا لاحظتو معايا في الدروس بهذا الشكل. راسي على هذا الشكل. اذا هنايا غادي ندير حتى هي فيها لي كارتون غادي نكارتي لا مونش ديالي باش ترجع ليا مونش بالون. اذا ما غاديش نكثر انا لي كارتون غير كنوضح لكم. انا غادي ندير غير واحد جوج ثلاثة أربعة صافي. إذا عندي الحد ديالي هو هذا في لي كارتون. إذا غادي نديرها وهنايا غادي نضطر باش غادي ندير واحد الباندا اللي هي إلاستيك غادي نقص واحد العدد من هنايا ديال 3 سنتيمتر نقصتو وغادي نعمل باندا على هذا الشكل هذا غادي نقطعها هي وهادي في التوب مباشرة. اذا الموضوع ديالنا واضح الان على هذا الشكل هذا. اذا ما بقى ليا الا ناخذ الموديل ديالي. اذا الخلف ديالي راه هو عادي غادي ناخذو على هذا الشكل هذا عادي ما فيه لا ديكوب لا تغييرات لا حتى شي حاجه. غادي ناخذ الخلف ديالي قلت لكم على هذا الشكل هذا. اذا توكلوا على الله وناخذ لي بيس ديالي. اذا بعد ما خديت التصميم ديالي غادي ناخذ لي بيس ديالي الرقع ديالي. اذا غادي ناخذ هذه الرقعه هذه على هذا الشكل رقم 2 على هذا الشكل. اذا ناخذ الباترون ديالي باترون على هذا الشكل كي غادي ناخذ هذه الرقعة هذه على هذا الشكل نضيف ليها هذه او ميم طون في نفس الحين ناخذ هذه هذه هاد لا بيس غادي نضيف ليها هنا الفوق 3 سنتيمتر عقلوا غادي نضيف الفوق هنايا
3 سنتيمتر في هاد لا بياس. اذا لا بياس هادي شحال كنا درنا لها في لا نوت ديالها؟ اذا درنا لها 1. اذا عندنا لا بياس 2 رقعه 2 ورقعه 1. غادي نهز لا بياس ديالي على هذا الشكل. درت عندي رقعتان، اذا خديت الرقعه 1 والرقعه 3 باردون، هذه كلها 3 3. اذا غادي نصلح 3. اذا غادي ناخذ لا بارمونتير اللي هي على هذا الشكل هذا. غادي نحط الباترون ديالي. اذا غادي ناخذ الرقعه 2. انا اعتذر للاخوات الاخوات. اذا الزربه اذا كما قلت لكم هذه لا بياس رقم 3، عفوا انا كنت درت ليها رقم 2. اذا هذه لا بياس رقم 3، يعني خدات كلها على هذا الشكل. غادي ناخذ هذه لا بياس هذه اللي هي كتشكل لنا لا بارمونتيو. نشوف هنايا واش غادي تخرج ليا التنورة ديالي. اذا من الافضل ناخذ التنورة عاد نرجع لهذه الرقعة هذه باش ما نضيعش الورق. اذا هنا قلت لكم راه دغوافيل على هذا الشكل باش نعقلو. اذا هذه كتشكل ليا التنورة ديالي. اذا هنايا دغوافيل. اذا هذه الرقعة رقم 4. غادي نجي وناخذ الرقعة رقم 2 اللي هي كتشكل ليا البطانة او لا بارمونتور. اذا هذه رقم 2 نيميرو 2. غادي نشدها باش نقطع كل رقعة بوحدها. هذا راه كول باش نعقلو عليه ديال الكول، هذا ايبول باش نعقلو عليه. هنا فين غادي لصقنا الكول او دورة الرقبة. اذا خدينا لا بياس نيميرو 2، ناخدو الرقعة رقم 1 اللي هي هذه. اذا فهاد الجهه راه كتشبه لنا لهاد الجهه، ولكن هنا فين درت السهم ديالي بان هنا فين غادي نضيف 3 سنتيمتر اللي غادي نكثف في الخياطه، لان هنا غادي ندير فيه واحد السير ديالي، السير باش نتيري لا بياس ديالي. اذا درتو هادي على حساب ان شوميز قميص صغير، قميص صغير يعني اللي فيهمنا هو الموديل. اذا غادي ناخذ لا بياس نيميرو 3 اللي هي هادي. غادي نكتب هنايا كول لونكولير وهنا ايبول. اذا هنايا في هاد العلامه فين فصلت هادو غادي ندير واحد العلامه في كون كوا هنايا فين غادي تلاقى ليا الخياطه الاساسيه ديال الموديل ديالي. اذا لي بياس اللي خدينا هادي هادي على هاد الشكل، وخدينا هاد لا بياس اللي قلت لكم درنا فيها 3 على هادي، وخدينا التنوره ديالنا بليس لا بارمونتور اللي هي على هذا الشكل اللي غتكون مضافه لينا هنايا على هذا الشكل. اذا عندنا 4 الرقع. اذا غادي نقطع الباترون ديالي، وانتم ما غاديش تقطعوه بالضروره باش تحتفظ به، باش الى عجبك الموديل يمكن لك تخرج منه مجموعه ديال الموديلات.
اذا غادي ناخذ الكور شوميزي ديالي اللي هو هذا، اذا باردون سمحوا لي هنايا ما خديتش لي كارطون ديالي اللي غادي ندير فيهم اي كارطون، غادي نعاود اذا كنعتذر. كونسونطراسيون ما كايناش، واحد جوج ثلاثة أربعة، هذا هو الخامس. إذا احتجتم هنا عاد تفكرتم إذا غادي ناخد لا مونش ديالي دميمونش سو فورم دي مونش بالون. اذا ما خديتش الباندا ديالها هنا وما خديتش لا بلات بولو، غادي نخرجهم من الكتب. اذا عندنا دي بياس ديالنا هما هادو على هذا الشكل، جمعتهم كلهم على هذا الشكل على هذا الشكل على هذا الشكل الباترون. يعني دابا اشنو بقى ليا؟ بقى ليا الخلف ديالي. اذا الخلف ديالي غادي ناخدو على هذا الشكل هذا عادي، غادي ناخد نفس الموديل ولكن غادي ناخد فيه غير الخلف. اذا هذا هو الخلف ديالي، مثابة الخلف ديالي باش ما نضيفش بابي دو سوا يعني ورقة ثانية، نبقاو كنضيفو في الورق. بالنسبة للأخوات نتوما ما تقطعوش باترونات، خليو حتى الضربين كدرس. إذا ما نشجعكمش باش غادي تقطعو، أنا يعني فاهم هادشي. إذا هذا بالنسبة ليا دو على هاد الشكل هذا ونعتبرو دو. إذا بعد ما جمعت لي بياس ديالي على هاد الشكل كتنتهي هاد الحلقة. أرجو لكم النجاح إن شاء الله في هاد الموضوع هذا. إذا إلى اللقاء في الحلقة القادمة ديال الفصالة إن شاء الله.